حكايتي مع بسمة فرحات، قناة الحكايات الواقعية، الروايات والقصص العاطفية. شاركوها معنا ناس وثقوا فينا وحبوا أنهم يشوفوها على شكل قصص مصورة. كنتمنى أن القصص نال إعجابكم وأنها ترضيكم. ما تنسوا تدعموا القناة باللايك بالإشتراك وبالبارتاج، ودمتم في أمان الله وحفظه. شكرا على المتابعة. أردت الضوجة بعد ما حسيت بحركة يحيى لينات بسرعة جالس فوق الفراش. كان عرقان بين في شاف كابوس، حتى تدي على كتفو على أساس نسولو شنو شاف باش كيحس. كانت حالته في شكل بعد من الخوف وصدرو كيطلع وكينزل. سولتو شنو مالك يحيى شنو شفتي؟ ما سمعتش رد من عندو وباقي كأنو كيحاول يسترجع الحلم ديالو. بقيت هادوك الأسئلة حتى حسيت براسي في وسط الأضلاع ديالو مزير عليا، وكأنو خايف يطلقني. ما هدرتش ولا تكلمت، خليته على خاطرو. يحيى ناسي موقع والو، ماشي شي حاجة بلا ما تشغلي راسك. نض من الفراش متجه الحمام. أنا عيني ليه ساهية، أكيد حلم شي حاجة خايبة، وإلا ما ينضش بهالطريقة شي حاجة عنده خاصو يقول عليها. الأحلام ماشي كتجي من الفراغ، أحلام هي مجموعة تخيلات ومواقف وقع معاك تخزنو في الباطن ديال عقلك، والذاكرة كتسترجعهم في حالة النوم. وبعض المرات داكشي اللي كتحس بيه وباغي ديرو أو كنتي ناوي دير شي حاجة وتحرمتي منها وكبتيها في وسط النفس ديالك، تا كتستفرغها على شكل حلم، وبالتالي كيقدر هاكا يتشكل على شكل حلم خايب أو لا مزيان. عندي يحيى مهابط مع عضلات السداسية، تفكيره شغال مع الحلم اللي حلمه. كان معنا نوار حتى كيطلع عينو كيلقى إليف كتشوف فيه وكتبكي. مشا كيجري في اتجاهها، شدا من يديها جرها حتى كتفلت من يدو. كتخوني ياك، ما كتسواش يا يحيى. حنا كينوض من الحلم ديالو، شهاد الحلم مفاجئ. واش بصح كيخون إليف؟ اه بصح ما كيبغيش نوار دابا، واحد الحب اللي كان كيكونو لإليف، ولكن كوميم راه كتبقى مراتو. رفض هاد الأفكار، دار الوضوء الكبير وصدى وخرج لقاها ساهية في السقف. بقى شحال حاط عينو هنا حتى شافت فيه وابتسمات، ابتسم ليها وقال ناسير ساحي موقع والو. حتى رجع مشى للفيستيار، هز سروال كحل كابوتش كابيتشو في الكري، ورجع بطل تحت الصالون، جاب سجادة وقام الصلاة كيصلي. بعد ما خرج من عندها نط بشويه لبس بسرعه بيجاما شورت قصير حد الفخاد وطباغ دوغ ديالو في الكرونه هاك على شكل شميز دانوي الثوم ديال الحرير. دارت عليها المنطه بشويه ثم تهبط مع الدروج. كل ما كتقرب كتسمع صوت رجولي كيجود القران. وقفت شحال كتامل فيه ابتسامه على وجهها. هاد الصوت شحال زوين، كتحس بالطمانينه والراحه. هز من عالم لعالم فيه غير هو وياها. نوار اللي عشقات يحيى بكل ما تحمل الكلمة من معنى، داكشي اللي قرات في الروايات ربما عمرهم يوصفوا حالتها. وهي ساهية فيه محسش براسها وهو كيسلم، حلت عينيها على جهدهم ودارت بسرعة. غدا كتجري على الأساس ما بغيش يشوف أحد، هو شافها غدا كتجري بقى غير كيشوف حتى كطيح على فمها. ناض بسرعة كيجري عندها حتى كيهزا من يديها وكتقابل مع وجهو. سد عينيها مبغاش تحلهم. واش نتي حمقا؟ واش بغا تحمقيني؟ والله يا امك وتوقع له شي حاجه غترحمي على روحك، عارفه راسك فين كديري خطواتك. حلت عينيها مدمعين يلا غد اللي شفايفه حتى يحيى واسكتي صافي سكتي موقع والو يلا طلعي. نورات قصحت هنا وكتشي اللي ركبتها نهدوه كيشوف فيها وهي كدير له براسها اه والله ما كنكذب. قلت حنا هاد ركبها كيشوف لقاها غير حمرة شويه، هي دايره ابتسامه غير شافها وهي تخبع بسرعه. دلات شفايفه عقبها ولكن حتى هو مزايرها. يلا صافي دابا صبرها ما تبقايش تجري واخا. القمر كان شاهد على هاد الثنائي، احلى من القمر بذاته، طفله في حضن حبيبها. هاد اللحظه بالذات تمنات كانت تخلص الملايين عليها. دابا شحال زوين تكون حدا شريك حياتك اللي تمنيتي في اقصى الظروف يكون جنبك، هو دابا حداك وفي اعماق القدعه منه، وربما غتحمل بعض صفاته او حركاته او اي شيء مهم غتمشي غتشمي فيها ريحته، شعور لا يمكن وصفه. في الصباح بعد ما فاقوا دوز اوقات رائعه، وياها تغداو بعد ما طلبوا الغدا من برا، داروا فيلم دوزوا به المساء ديالهم حتى وصل الليل. وعاوتاني يحيى كيحلم نفس الحلم، ولكن هاد المره فاق مغوص باسم إليف، الشي اللي خلى نهار كتنوض طافجه خلوها. هي غير كتشوف واش بصح سمعت إليف ولا غير كتخيل ليها. شافتو كان في نفس الحاله ديال البارح، ولكن هاد المره قدرتش تحط يديها على كتفو. رجعت حمرا شنو واش دابا هو معاه وتفكيره على واحدة أخرى.
وميتة كيحلم بها. نظرت واقفة مسيرها كتشوف فيه. لا ميمكنش ميمكنش. طلعت عينو شاف فيها بقات كترجف. واش كتحلم بإليفة يحيى؟ يحيى نهار غي شش ما عندك لاش تقول يحيى. ما تنساش كنبقى دكتورة نفسية وبصفتي طبيبتك النفسية كان خاصك تشرح لي الحلم ديال البارح مادام تعود معاك إذا هو كيسبب لك مشكل. وعينها تجمع فيهم الدموع. يحيى نوار اش كتخربقيش في المشكل؟ نوار يحيى عافاك انا غندير لك دابا تنويم مغناطيسي وغنعرفو منين جايين دوك الاحلام. يحيى ما يحتاج. نوار يحيى بليز من هاد انت ترتاح وحتى انا نرتاح. بقى كيشوف فيها شحال تنهد دوز لسانه على شفايفه. واخا لالا شدات على يديها مشات بسرعه للمجر ديالها جبدات ساعه ورجعت عندو هو اللي تسكى كيشوف سقف. دارت الوساده تحت عنقو جرات الكرسي ديال الكونفوز وجلست جنبنا موسي حتى دار شاف فيها. نوار لا كنتي عارفه راسك غتضرري بهادشي اللي كديري بلاش. نوار لا لا صافي هادي كتبقى خدمتي في الاخير شكون انا غير وحده عالجاتك باش تنسى حبك الحقيقي. ناض جالس كيشوف فيها معصب. نوار اش هادشي كتقولي مالي كذبت؟ نوار واش انتي مريضه؟ اه مريضه مريضه حيت بغيتك وندمت. بقى كيشوف فيها شحال هي اللي كانت معصبه وحلات عينها بعد ما عقت بشنو قالت. حرك فكو بعصبيه ناض جبد الوسادة ديالو وهز الخطا ومشى خرج من البيت. سير سير نيت سير بعيد مني. مطافجة تخشات في الغطا كحزا الوسادة ديالها عندها بقات كتشقلب وتدور وتدور حتى ناض رجعت الكوافات زادت ريحتو ورشاتها كاع في وسادتها حطاتها ورجعت باش تنعس ولكن والو حتى جاتها البكية. علاش انا كنبغي بحال هكا علاش؟ غلط جابدة الوسادة ديالها تما تهبط مع الدروج حتى كتشوفو ناعس فوق الكنابي. مشات على الطريفة الصباح حتى وصلت لعندو حركاتو بصبعها. يحيى يحيى نوار بغانج واه يحيى يحيى دار عندها عقدهم اش بغيتي؟ طاحو من عينها جوج جميعات. انا ما نقدرش نعس بوحدي كنخاف من الظلام. نهض ورجع دار. ايوا عري وسادتك واجي نعسينا. رجعت كتضحك. ناض جالس معصب كيشوف فيها. شنو هو شنو تاني؟ نوار والناس حداك. تنهض مطلع النفس يلا سيدي. تحركات عندهم مبتسمة خشات حدا ظهرت على يديها. مزيان دابا حركات راسها بقاه كتشم في ريحتو حتى نطق غدا غنمشي لألمانيا. بسرعة اختفت ابتسامتها نطقت بصوت مخنوق اه مزيان. حس بها كيشوف فيها ما باغاش تمشي معايا. حركات راسها بقاه مدلية شفايفها ابتسم ورجع ضحك ليها. صافي غدا جمع حوايجك باش تمشي معايا. فرحات من كل قلبها. بعد ما جمعوا حوايجهم دازو لعند مالين دارهم ودعوهم وتوجهوا للمطار ركبوا بلايصهم. كانوا من الطبقة الأولى كيف ما طلب يحيى من الخطوط الجوية الملكية. قلعت الطائرة حتى كتحضر الأراضي الألمانية وراسو راسو ليها اللي كانت متكية براسها على كتفو. هزو بشوية هزلها راسها بقى شحال كيتأمل فيه. كل مرة كتجذبو بحركاتها العفوية غير متوقعة. نطق بلا ما يحس فين كنتي يا نوار؟ كتحل عينها بشوية كتلقاه مقابل معاها. ها فين حنا؟ شنو واقع؟ شنو؟ ضحك بقهقه الرجولية. هي مرونة كتحل في عينها مزيان وكتقاد في شعرها يوم طلع حجبها فيه مثلا بالضحك. وصلوا طوموبيلته حدا واحد الموبل راقي واعر بحال داكشي ديال برج خليفة. طلعوا في لاسانسا وحتى وصلوا للطابق 21 عاد تفتح توجه يحيى لواحد لابارتمون. حل باب سوهرت ونور من موراه كتبركك في الدار. كانت من الطراز الرفيع مكونة من زوج طبقات. دخلت كتستكشف بعويناتها اما هو مشى كيشعل في الضواو. حلات واحد الباب دخلت الظلام حتى كيشعل الضو. كتحط عينيها نيشان على تصويرت اليف واحد الكادر. يحيى من الجهه الاخرى نوار شعل عندك الضو؟ دور ما تجاوب هي ساهيه في التصويره حتى كيدخل يلا غينطق بسميتها حتى كيشوف فين كتشوف مشى بسرعه وهزا شافت في عيني. يحيى الدار من امتى ما جيت ليها؟ بلا ما تجاوب خرجت كتكتشف بقايا الدار. فعلا فيها شي تفاصيل كانها امراه مرت من هنا ومن غيرها اليف. واخا الدار كانت نقيه كتشعل بسبب الخدم اللي ديما كيديروا لها كيجيو لها وكينقيوها. واخا في غياب يحيى قالت من هي في لاكويزين حتى كتشوف واحد الملاحظه على الثلاجه. الاربعاء والخميس يحيى والاثنين والثلاثاء انا الويكاند عشاء رومانسي. رجعت فتحات واحد البلاكار وهي تشوف ملاحظة أخرى. حياتي غدا عند جوليا وتليفوني مدي شارجي. و دمعها عينها وهي كتقرا هاد الملاحظات.
كتقرا خصوصا داك حبك الوحيد، زوجتك الوحيده، حتى كتسمع الحسم وراها. سدات بسرعه البلاكار ومسحات دموها. دار شافت كان يحيى اول مره غتشوفو باللباس رسمي، كان جاي عندها هو كيشوف التليفون، ما شاف ديك اللقطه اللي دارت. نوار انا غنمشي للخدمه ارتاحي شويه، احتاجيت شي حاجه عيط ليا اوكي. بس لها جبهتها، يلا تهلاي في راسك. ابتسمات ومشى خرج. بقات هي شحال كتشوف فيه من وراها. نوار غنتسنى إليف، غنتسناها. نوار دابا اللي كاينه هي اللي غتبقى وهي اللي غتكون. رجعت بسرعه، مشات لدوك الملاحظات، حيداتهم قطعاتهم ولحتهم، ومشات دخلت البيت في لقات التصويره كتقلب عليها. نوار فين دارت التصويره؟ بدلات حوايجها، بيجامه منزليه، رجعت كتقلب على التصويره ما خلات فين، حمقت عليها والو ما لقاتهاش. عوجات فمها، رجعت مشات للمريو ديال الحوايج حلاتو حتى كتشوفو كامل مستف بحوايج إليف. بقات كدوز عليهم بصبعها، كانوا كاملين الوان مفتوحه بحكم هي الحب إليف الكلاس والبساطه. جبداتهم كاملين لحتهم في الارض، بقات كدوز وحده مورا وحده. اللي عجبتها كتخليها واللي ما عجبتها كتخليها. جد ما سالت على وقت طويل، رجعت على دوك اللي باغا الماليو، والاخرين هزاتهم وتوجها بهم البالكون. هزات المقص وبقات كتقطع قطع قطع قطع. نوار ميتة وما خليتي بنادم يتهنى، مادام تابعة في احلامه علاش مخليها من ديبار؟ علاش يوحكي؟ دات لهم تقطيعة من داك الشي رفيع، حتى كتسمع سوارت كيتقرقب في الباب. نات بجهالة كتخفي اثر الجريمة. لحت المقص وجمعت داكشي في ميكا حتى كيوقف عليها يحيى. اش كديري نورها؟ والو، غير قبل ما تكمل مقاطعها حيدا من قدامه مديتو مطلع شربيطة على شكل دودة ملوية. تسدت عينها يحيى، اش هادشي؟ حلات بسرعة عينيها مدمعين. ماشي بالهاني والله، راه ما عجبونيش دوك الحوايج ولا عجبوني خديتهم. تقلبو ملامحها بسرعة. تفو ما حملتهاش، غير قالتها وطارت بسرعة البيت. سدات الباب لحد داكشي من يدو، مشات تبعتها وصل البيت. نوار حلي. نوار لا، غضربني. واش حماقيتي؟ حلي غير نهضر معاك، غير حلي. نوار لا لا، ما كنتيقش فيك. يحيى يا ربي صبرني، يا ربي صبر من عندك وحلي المصيبة. نوار شوف انا حاملة، وحدك تنسى، راه غتأذي غير ولدك ولا بنتك، هاديك بنتك وبراسك. يحيى غنحسب حتى ثلاثة، ما تفتحيش، غنفرع الباب. تحل الباب غير بشوية، كطل غير بنص عين حتى كيتفرع كامل وكيجرها من القبض البيجامه مطلعها. تبدا رجليها كيلعبوا في الخوا. نوار علاش اتفقنا؟ يحيى واش هاد شويه ديال العقل اللي بقى لي باغا تخرجيه؟ نوار وطلق طلق صافي، غير حتى نتفاهموا بالمهل. يحيى غنحطك غتسهر بيه، غنقسم امك على جوج. نوار كتحرك راسها بلا زعما وهي معلقه. كان وعدك صافي، كل ما درجع نيت غنقول لك بزاف ديال الحوايج حسب خاطري مقبوض من جهتهم اي حاجه. سكتت شويه كتشوف فيه واش تيقه، ورجعت هضرات. والله شفاها كتهضر بجديه، حطها بشويه وخمس اكيد توصلوا رجيها الارض. يلا نطقي كنسمعك. بقات كتشوف فيه حتى بشويه مشات كطير. سدات عليها الباب د التواليت. نوار ما فيكش الثقه بحد مني. يحيى وانتي ما تصلحي غير تكوني ممثله. تفو تيقتك نوار، ودابا سير برد راسك مع الحيط باش المره الجايه تعلم تخلي حوايجها في بيتي. انا يلا كل لقيت مقطع حتى راسك. يخ قعدت مده تما حتى سمعت سقين، ما عرفت فين مشى. تما تخرج من التواليت، وفي نفس الوقت كتنقول في خاطرها حتى كتلقاه ناعس في ناموسيه بحكم اصلا كان الليل. عوجات فمها، مشات جنبو بلاصه كانت كتشوف شحال في السقف. ضرها الجوع ما قدرتش تقولها، بقات هكاك وحرام النعاس وجعها حتى وصلت ديك جوج الليل حتى بقات تنغز فيه. يحيى ويحيى في الجوع. يحيى مقلوب بالنعاس، راه الكوزينه كتعرفي الطريقه. لا لا انت وطيب ليا. شافتو ما جاوبهاش، رجعت كتحركو. يحيى ويحيى لا مشيت حتى فقت غلصتك مع داك الحيط. بقى شويه حتى كيسمع نخسيس ديالها، نض بها لا يطري ليه. شاد في النعاس بحكم ليا، شاف فيها ساخط على الوضعيه. صافي غير سكتينا هاني لايد. بسرعه مسحات دمها، رسمات ابتسام عريض على شفايفها، مسح على وجهو، دخل الحمام، غسل بالماء بارد ورجع لبس تيشيرت. مشى لاكويزين وهي من اللور تابعاه، جبد صدر ديال جداد دجاج ستيك افيلي، حطهم فوق البقلة مع الزيت وشويه الملحه. هي من اللور كانت كتشوف فيه كيفاش كيطيب براعه، وهي كل شويه كدور من جنبه، مره من هنا مره من هنا. يحيى ما غتكمليش، غنضربك انا. نوار نوار نو غنكملو في المد نعاس. شافها بنص عين ورجع كيقلب.
يحيى راه حنا غنشوفو. حنا هو حتى سولاتو يحيى شنو غندير في العياده ديالي. يحيى ديك الخدمه غنساها. شنو هو غوزات حتى سمكات الودن. صافا صافا خويا ولا حماقيتي. دفع الطبسيل بسرعه ودار عندها. شنو خدمه هذيك اللي كيجي فيها واحد بغي يختصبك؟ ها نوا رجعت لدار شويه تخلعات منه. شنو مالك ما كتقول لي هاد الهضره دابا؟ ما يمكنش يحيى كتبقى خدمتي هذيك. نوار ديجا قلت لك كون كانت مراتي ما تخدمش هاد الخدمه. نوار ويحيى ديري الطب العام. نوار شنو نوار داك الدومين ما بقيتش باغاك تكوني فيه. بغيتي ديري برأي ديالي ديري ما بغيتيش لك الحريه الاختيار. قال هاد زوج كلمات ودار رجع كيكمل شغله. هي بقات شحال كتشوف ما لقات ما تقول ورجعت جلست في الصاله مونجي حتى حط لها الطبسيل ديالها فورشيت وجلس مقابل معاها مشبك يدو تحت فكو. بقات غير كتنقب شويه حتى حطات الفورشيت تكون يلا ضربه ضربه في الطبسيل. ما قدرش تكمل وفي نفس الوقت ما قدرش تطلع عينها وعايق بها راه شبعت. يحيى شنو دابا نكبو لك في قراسك؟ نوار ويحيى صافي راه شبعت. يحيط نهضو نهض واقف رجعي داكشي فوق البوطاجي تجي غدا الخدامه يلا وغسلي فمك وسير تنعسي. نوار وانت فين غادي؟ الجهنم الحمراء رمشات عينها بقات غير كتشوف. نوار ولا دار رجع مشى ينعس. دفعات الطبسيل بالجدع وجات فمها يشويني فيك. حلات عينيها كان نص ديال النهار نهات مقلوبه حتى كتحس بخضره مروعه. مشات كتجري للتواليت حتى كانت غتسخف ورجعت غسلات فمها وقلبات النبض في يدها عرفات الطونسيون طايحه لها. شويه فكرات في داكشي اللي قالها يحيى دورات فمها كتفكر. خرجات تعرفت على الخدامه فطرات ورجعت تهز تليفونها دوزات اتصال هكا طوال النهار حتى كيجي يحيى في العشيه. جلست في الناموسيه هي كانت كترتب الحوايج في الماريو وشي ما هضر حتى عند الحاجه حتى الدور اللي كدور كتقشع تصويرة اليف اللي كان خاشي في المجر. وداك النهار باش قلبات نسات داك المجر غير عندها دورت راسها دارت راسها كتشوف في الحوايج وهي في نفسها هكا كنسد عليها في الماريو وتقول ذهب. حطات الحوايج من يديها ومشات حداه. نوار اسمح ليا بقى كيشوف فيها شحال حتى رجع عندها. بون لغوت عليك البارح وهز عينا على الفوطو. اهلا ماشي مشكل كتوقع. شاف الطريقه ديال الهضره ديالها ولكن محكرش. نوار فراسك دفعت الكليه الطب اللي هنا غرجع ندير تكوين في الطب العام. يحيى مزيان ايوا حنا غنبقاو مده طويله هنا مزيان. نوار وي يحيى فكريني بغدا نمشيو عند جينيكو تبعي معاه على ما رجعنا للمغرب. نوار اوكي هكا دوزو ليلتهم حتى الغد. فاقت دوزات يومها عادي حتى العشيه وهي كتفكر في التصويره. مشات بسرعه للبيت جبدات المجر اللي جبد الفوطو كانت الي بشعر القصير المدرج كسوه حمراء طويله كتضحك عاطي يديها اللي مصورها. ما عرفتش علاش طاحت دمع من عينيها ولكن اللي حسات ليه هو الم في قلبها. علاش باقي مخبع تصويرته لحد الان؟ واش باقي كيبغيها؟ عارفه بلي شحال مبقى اليف كانت حب حقيقي ليحيى. حب اللي شحال من روايه هضرت عليه. الحب اللي واخا كيمشي منه طرف الاخر كيبقى صادق في المشاعر ديالو ولكن هي كتبغي حتى هي ويلا مشى يحيى حتى هي بدورها ما غتقدرش تعوضه بشي حد اخر. ديك الفكره بالضبط تبغي تنحر راسها ما كتقدرش تقبلها انها تحط راسها بلاصتو. هي صادقه في حبه كيفاش بغاتو هو يخون حبه الحقيقي. صدق من قال من الحب ما قتل. نظرت مزيان على التصويره في يديها مسحات دموعها من كمام التريكو الاسود اللي لابسه وتوجهات للكوزينه حيدت الكادر التصويره. هزات البريكه في يدها شعلاتها وهي مقرباها للتصويره حتى بدات كتشوف النار وهي كتنتشر في التصويره وكتحرق من اليف شويه بشويه. الشراره ديال النار كتبان في عينيها اثر الدموع مازال عليهم حتى كطيح التصويره من يديها في الارض ونصها ديال الرماد المبعثه. ضحكات ضحكات شيطانية طفونية حتى كتسمع خطوات مقتربين. نوار حرقتي شي حاجة؟ نوار لا 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 غير كيشوف البريكة في يدها طلع حاجة ونزل لاخر حتى كينزل عينو كيبان له الرماد. شنو داكشي؟ كيقرب هي كتبان له ربع من التصويرة وهي تما تراجعة بالشنب وهو مقرب حتى كيحني كيه التصويرة معصب وشوية بشوية كيتبدلو ملامحو الحمرار مزير على يدو. شافت لونو كي كيتغير بقات بترجف لا 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 غنتا دابا يلا غتخطي خطوه حتى كيجرها من يدها. يحيى غمض عيني عاود حلهم شاد بايد وليد الاخرى باقي في الفوطو. شنو درتي يا نوار؟ بقات غير غمض عيني حتى غوت تقفزات. شنو درتي؟ بقات بلا ما تحس بشويه حرقتها
تعصب بالمعقول من هاد الفعاية ديالها. واش انتي مريضة؟ واش تصدع لك العقل؟ اش هاد التصرفات نوار؟ شنو هاد التخربيق؟ كل نهار جاية انا بشي حاجة ماشي لوجيك. وليت كنشك واش هادي هي نوار اللي عرفت نهار الاول ولا لا. شحال تبرهيش، بقات غير مهبطة عيناس، كنت معصب لأقصى الحدود. عمر إليف كانت فهاد التبرهيش، طلعت عينيها بصورها مصدومة من اللي قال. توجهون بيناتهم نظرات متبادلة حتى كتغوت بهستيريا. إليف إليف إليف، هاد السمية ولات كابوس بالنسبة ليا. كنكرها، سمعتي كنكرها. شنو هي؟ شنو الفرق؟ ها حيت نهار بالهوشة ياك؟ حيت أنا حمارة اللي بغيتك؟ هاد الاسم كيقتلني بحال السم. سمحتيني سمحتيني، شنو كنقول لك؟ دخلت في سيريا حتى كيشوف الدم نازل من بين رجليها. حل عينيه بصدوم، تلاح الفوطه من يده بصوت بعيد جاها. ستوب، صافي صافي صافي، وقفي. ش صافي نوار، سكتي. ش ستوب. كتحس براسها دغيا، الدنيا كتغيب من عينيها شويه شويه. هاد اللقطه هي المره الرابعه كدوز بين يده. الفرق هو دابا نوار اللي بين يده حتى بسرعه فوق البياس، كيجري بيها حتى دخلها البلوك وخرج لبرا حتى يدو على وجهو. تجمع القبضة ديال يدو ضربها مع الحيط، مشى جلس فوق الكرسي كيسهل حتى كتنزل دمعة من عينو. ما غيستحملش هاد المرة بالضبط، لا ما يقدرش يستحمل. واش كتعرفوا شنو هو؟ في كل مرة كيحضر على دم ولادو اللي باقي ما تخلقوش، كيلصق في حوايجو، بقى كيشوف في يدو اللي عامرة دم ودمعة نازلة عليهم، دمعة الرجل المتألم وصلت به العظم. هذا هو اللي كيسميوه معنى الألم. وراس البيت كان كيتألم، بعض المرات كيطيحو دموع فاش كان كيتزادو الولد وكيموت. كيبقى ما كيحش بيه غير المجرب، سال المجرب لا تسال الطبيب. كتخرج طبيبة كينوض بسرعة لعندها، هو متخوف متخوف لأقصى درجة من ديك الكلمة. يخوف إلا قالتها، يخوف شحال مرة سمع الاسم. للأسف فقدناه، للأسف ما قدرناش نقدوه، إن شاء الله تعودو. هاد الكلمات كيتخشاو بحال الماس في قلبو. لحظة الطبيبة حزن ربما لشعور الأبوة، حطات يديها على كتفو وابتسمت. هذه معجزه كبيره، حيت قدرنا نقدر الجنين اعجوبه، والحمد لله دازت سالمه. رحمه ربي العالمين، والسكينه حس بها كتنزل عليه في هذه اللحظه. قرب يركع ويسجد لله. في هذه اللحظه هز كفوفو للسما كيحمد الله وكيشكر الطبيبه وابتسم بحكم عرفاتو من ديانه مسلمه. من بعد طلبات منه يتبع المكتب ديالها. الطبيبه بسوي الايوبي مرات كانت الاعصاب في الرحم، هادو من اثار الحمل اللي يقدروا يوقعوا للمراه على حسب نوع الجسم ديالها والهرمونات ديالها. في هذه الفتره المراه راه كتكون حساسه بزاف، وسيختو انها مزاجيه. حاول تيس معها على ما دوزت هذا الحمل على خير وبخير. يحيى ان شاء الله. فوقاش غتخرج؟ غدا ان شاء الله في الصباح. خليها اليوم تبات عندنا ترتاح، ومنها نعرفوا الاحوال ديالها ونعرفوا الوضع ديال الجنين. وبالنسبه لشي حاجه اخرى اللي فيها تعب عليها او لا شي مجهود، من الاحسن تتفاداه. هاد سمعنا على الاقل. يحيى نظمت لها يدو، واخا دكتوره شكرا. خرج من عندها متوجه للغرفه ديالها، حل الباب شويه كيف دخل لقاها كتشوف الجهه الثانيه. جايب خطوات ثقيله حتى كتعرف كتطرف صبعها في وجهو. ما تقربش ليا، سمعتيني؟ اليوم بسببك كنت غنفقد ولدي، بسببك. بعد مني سمعتي؟ خرج عليا، خرج. انا عييت منك، عييت منك والله، خرج. دخلت الممرضه بسرعه، وبعد الأطباء داروا ليها إبرة في السيروم وزير على يدو بالأعصاب، وخرج لها دخل الباب من وراه. كيف خرج؟ بقات كتبكي حتى كتمسح الدموع بسرعة، وكتعيط على الممرضة. نوار ختي مدي لي التليفون، يعافاك راه في داك الجاكيت اللي حيدتو لي. الممرضة واخا مداتو ليها دوزات لابيل حتى جاوب على الخط. ألو أليكس، صافي عليك؟ أليكس وي، وفين نوار؟ أنا في ألمانيا. ويلي كي درتي ليها؟ أنا في السبيطار. شنو؟ اش كتقولي؟ شمن سميطار؟ شافت الدوسي ديال الطبيب اللي حداها ونعساسو لي. اليكس انا جاي دابا. قطع عليها، وفعلا ماشي بزاف الوقت حتى كيتفتح عليها الباب. جانيش انا حتى عندك، وهي كتبكي في حضنه، بدا كيدوز لها على شعرها. اش صافي؟ شنو وقع؟ قولي ليا. دابزنا انا ويحيى وكان غيطيح لي البابي. اليكس او سي با نورمال، داك السيد نوار انا عارفه كتبغيه، ما يسمحيني. من نهار عرفتي ما شفت الضحك على وجهك. ما عندوش القلب. نوار غير ساكته وحانيه راسها حتى كيتفتح الباب على جملات اليكس الاخيره. انا ما فهمتش كي درتي تزوجتي بيه. يحيى ياك ما باغي تجي تطلب منك العيد. نوار بصدمه. يحيى اليكس ها مول الفلجة. ايوا اصاحبي، واش حنا ماشي رجال؟ ولا كدير رجولتك غير على من بغيتي؟ ما حس غير مدقه كتعطى ليه، ليش على الحنكو على اثرها. خرج الدم من فم اليكس وكتغوت نوار.
يحيى صافي حبس. يحيى جي نتا سكيري المسخ توريني انا في الرجلة، ياك ما انت كيصحاب لك الرجلة في قبل ما يكمل رجع له أليكس دقة حتى كيرجع يحيى قدام نوار والاخر مقابل معاه. أليكس انت ما احترمتي حتى مراتك وحاملة بولدك من الفوق، بقالك غير تهضر عليا انا ولكن الحق عليها هي اللي بغات واحد بحالك. جرو يحيى من الكول عيني مخرجين حمرين لأقصى درجة في عيني أليكس، وجه يدو بلاك ما حتى كتشدها له نوار. نوار بعند قامت تحت يدو، حفك لا حفك صافي أليكس سير بحالك صافي سير. أليكس شاف نوار اللي كتبكي بديك الطريقة نفض منو نتم خارج بحاله، يبقات هكاك حتى كيبعد عليه بقات كتشوف فيه. يحيى هدر برودة أبرد من قساوات الحجر. تعصبتي عليا قلنا ماشي مشكل، ولكن باش تجيبيه ويعنقك ويقول لك كي درتي تزوجتي براجلك لا انتي راك فتي مرا مزوجة لهي، شنو بغا تبيني لي بهذا التصرف؟ نوار انا ما قصدت والو زيدون، فاش شغلك فاش كيهمك نبوسو ولا نعنقو كاع؟ قرب ليها شويه وهضر معلي صوتو. ايه مزيان خير ما فعلتي، من تخرجي نشوف واش نكمل ولا لا. مشى بسرعه خرج لطح موراها الباب، طاحت على السرير ديالها مصدومه وسمعت بالصح ولا غير كيجيب لها الله. كيفاش نكمل ولا لا؟ دغيا تعمر عينيها بالدموع، طاحوا بصدمه دون تعبير على وجهها. علاش انا اللي خاصني نتنازل؟ علاش علاش انا اللي خاصني؟ اي حي علاش علاش حرام عليك. جمعات فوق الناموسيه جامعة رجليها عندها بوضعيه الجنين، جبدت التليفون هكا تنخصص حالتها بالدموع، دوزات ابل مهالت كتجاوب غزلان. الو ماما. الله يا بنتي مالكي نوار مالكي لاباس؟ نوار يحيى غيطلقني. غزلان هاويلي وانا حامله. هاويلي ويلي ويلي غزلان واش كتهضري منيتك؟ نوار نوار بنت لك ماما حالتي حالت وحده كتضحك. غزلان شتي بنيتي الشعر راك شي بتينيه مره راني حيت وبقى لي غا تفرقي على غنتفرقعو بقى لي القلب هو اللي بقى هاد الساعه. واش عارفه شنو هو الطلاق ولا غير كتخربقي انت؟ واش مريضه؟ اش درتي لامك تغيطلقك؟ ها راني عارفه كطيري. نوار واخا ماما واخا انا نعيط لبابا حسن. اذا لا لاش غتعيطي ما تعيطي حتى حد. قاطعت عليها بسرعه دوزت لابيل باها جاوبها. سعيد اهلا بنتي. نوار بابا انا حامله. سعيد مبروك عليك مبروك بنيتي الله يكمل على خير. نوار ولكن غنطلق. سعيد ها نوار وداك الشيء اللي قال لي يحيى. سعيد اش كتقول يا نوار؟ اش هاد الهضره؟ رجعي لراجلك رجعي لراجلك اللي كان بنتي وبركه من التخربيق. هو اللي بغا وانا مالي ماشي شغلي. سعيد اسمعي يا بنتي انتي دابا ماشي بوحدك، انتي دابا بولدك سمعتيني؟ لا تطلقي غير بلا ما ترجعي لدارك. بالعاني كيقول لها هادشي باش تصالح معاه. سمعتي شوفي كديري تبقاي عند راجلك تتولدي بحال الله. وقطع دارت شقات كتبكي حتى سكتات بوحدها. دوزت ديك الليله تما حتى الغد ليه صنا ليها الطبيب وخرجات. بقات واقفه حدا الباب المستشفى غير بوحدها كتشوف حتى حد ما جا عندها ولا حد ما تسوق ليها اصلا. دلات شفايفها عينها مكبلين بالدموع. هزات التليفون كدور يلاه دخلت الكونتاكت أليكس غتحطو على ودنها حتى كيطير التليفون من ودنيها. يلاه غيطيح حتى كيتشد وهي باقا في نفس البوزيسيون مصدومه بلاكا. ترجع كيشوف فيها يحيى. هذا غيبقى عندي وانتي جرها من خصرها حتى عنقها. يحيى اخر مره الخيبه سمعتي؟ ونطح بشويه في راسها. عمرك تظني بلي غيجي واحد النهار وغنفرط فيك لا انتي لا ولدنا. ابتسمت غبطة عينيها والفرحة مليانة عينيها. بعد ست شهور بزاف الحوايج تغيروا، أيام على أيام علاقتهم كانت كتزيد القدام. الدعابات ديال يحيى لنوار كل نهار كتزيد كتر وكتر، كل نهار كتخلي نوار كتزيد حتى هي كتر وكتر كتعلق بيه، خصوصا أنه ولا كيحسسها بلي كاينة غير هي وولدهم. هاد الساعة هاد الوندة كاملة اللي دوزوها في ألمانيا وكانت بالضبط ست شهور فيها دخلت نوار لكلية الطب ويحيى كيكمل الأشغال ديالو. كانوا كيتلاقاو بالليل كيخصو يوم في الأسبوع كيقضيوه كامل برا. نوار باقي حماقة طاغي والحم خرجاتو من يحيى على حقه وطريقه. كل مرة خارج له بشي بلان في شكل تا كيقول يشد ما يقسم على زوج كاين على الشيطان. ركبات فيه السكر والملحة ولكن فعلا لي زغمون كانوا لاعبين عليها مزيان. من داك النهار معاودة تسمية إليف جبدات في الدار والعاود تذكر الماضي بحال اللي عمرو كان. يحيى ولا كيتصرف كأي راجل عنده مسؤوليات تجاه مراتو وولدو اللي جاي في الطريق. وبعد هاد المدة كاملة وأخيرا غيهبطو للمغرب سيمانة باش جاو دابا. وهي دابا غتدخل عند الجينيكو اليوم غتعرف الجنس ديال الجنين ومعاها فيروز. مشات معاها بطلب من نوار. نوار خالتي سمعي بغيت ندير شربخيز ليحيى بواحد الطريقة
عليها بغيتك انتي تعرفي جنس البيبي. فيرسم واخا بنيتي اليوم نعرفوا شكون هاد الكتكوت اللي غيجينا من عند يحيى. حنا طراسه بخجل حتى عيطات ليهم لدورها. بعد ما دخلت نحسات في الباياس عرس على كرشة اللي كانت صغيرة اللي شافها يقول هاد يلاه عندها شي يلاه مازال ما كملات 6 شهور. اصلا هي كل شي فيها صغير. دارت ليكوغرافي في التلفازه نهار ما بغاش تشوف ماما بعينها. الطبيبه كتبت لها سمحيت لحلات وما غتعرف الجنس الجنين بحكم ديجا دخلت فواحد الحصه ديال ليكو في الجامعه على نفس الدومين. الطبيبه ما شاء الله الجنين بتطور والصحه ديالو مزيانه. فيروز واخا هاد الكريشه صغيره. نوار ضحكات بخجل. الطبيبه لا لا ما كاينش مشكل مادام صحته مزيانه حتى الوزن ديالو طبيعي هو هذاك يلا تقريبا كمل 6 شهور. حيدات لها ليكو ابتسمت تبارك الله عليك. نهار تبعتها فيروز هي مسحات بالكلينيكس قادت حوايجها مشات خرجت لبرا كتسنى فيروز تخرج حتى كيعيط لها يحيى. ابتسمت عادت على شفيفه وهي تقلب صوتها نوار ويحياتي يحيى شنو خرجتي شنو قالت لك الطبيبه؟ نوار كلشي مزيان مي يحيى شنو مالكي ما قدرتش نعرف الجنس الجنين سد رجليه. سي با غراف حبيبه ترجع شي نهار ونشوفه انا وياك. نوار ابتسمت ايوا صافي فينك دابا؟ يحيى باقي مع الوالد في الخدمه سيري مع الوالده سليل وندوز لعندك. نوار صافي يلا باباي. قطعات ودارت دارت. كانت فيروز جايه توصلت لعندها فرحانه. نوار هاري متشوقه اكثر منه باش نعرف. فيروز فرحانه نقول ليك لا 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 نديرو مفاجاه يلا نتقدو دابا. هزو الطوموبيل صايقه نوار توجهو لواحد الحانوت كبير ديال الحفلات. دخلوا خدات نفاخات زرقين وغوز وتكلفت فيروز تاخذ ليها نفاخ الكحل اللي يا اما كيكون فيها الغوز يا اما الازرق على حساب شنو عندك باش يطلقوها ويعرفوا شنو عندهم. تسالوا مخلاو مخداو من التخربيق. عيطت نوار المهبش تشوف واش وجدات ليها شي حاجه حيت هي اللي كلفات تصايب لها شي هوايات بحكم هوايه غزلان. هي عندها هوايه في المطبخ وفعلا كان عندها كل شي واجد. الماتهم باللي غتلقاهم في الدار. نزلت نوار لواحد المخبز اخذت منها لا طارت لي دوموندات ديجا مكتوبه فيها مافي ومون فيس يعني بنتي اولا ولدي على شكل مستطيل كبير فوقو عربه ديال الاطفال بالشوكولا. ابتسمات ومشات حطاتها للور الطوموبيل وقلعوا للدار شيخه. كيف وصلت لقاو غزلان واقفه في طوموبيلتها. دخلوا كلشي بداو كيوجدوا الدار والطابل الكبير الوسط مع مساعدات الخدامات حطوا فيها لا طارت وداكشي اللي جابوا معاهم من الشهيوات كلشي علقوا النفاخات في الغوز وفي الازرق جابوا النفخة الكحلة الوسط. وجلست لالا نوار فوق واحد الكرسي متبعه كتشوف ما قدها فرحه. اما غزلان غير سالات معاهم مشات بحكم ديجا علماتهم باللي غتسافر ودارت خاطر نوار فتوجات. بقات غير فيروز والخادمات ونوار. طلعت بثلاث حوايج ولبست ليبا موس في الاسود دارت فوق منها كسي وايفازي من صدر وغسل الكرش ومطلوقه الركبه في الكورونا بالكول بتوب سخون. لبست بوتيو طالع وصلت لحد الركبه في الكورونا ددان شافت في المرايا ولولات شعرها اللي كان كيطوال اول مره غتخليه يوصل لنص ظهرها. دارت ميكاب خفيف كتفت بالريسيل هي درت عكر كورونا بالنسبه للكسوه عطاها تالق مع بشرتها الناصعه البياض. حطات يدي على كرشا وابتسمت تلقائيا شنو ما كنتي غنبغيوك انا وباباك هو وعدنا عمرو غيتخلى علينا. حطات اخر لمسه هو كاب من الفوق سخون من البرد ومشات هبطات لتحت كلشي كان واش كيتسناو غير يحيجي. هزات فيروز التليفون عيطات لجلال علمها بلي جايين. كيف سمعت الباب تحل مشات بسرعه حتى كتشوفو داخل مع باه كيهضروا طلعوا عينيهم شافوها. جلال اهلا بنتي لاباس عليك؟ نوار بابتسامه لاباس عمي وانت بخير كدير مع الخدمه كلشي مزيان؟ جلال الحمد لله فين خالتك؟ نوار راه عليه مشات خطاهم وبقى شحال يحيى كيشوف فيها. طلعوا هبطها وخلات عينو على العكر الاحمر بقى مقرب ليها تجرها من الخصر ديالها بشويه لعندو وفرقهم غير كرشها شويه حلت عينها على جاتهم. نوار يحيى حشومه راه يشوفونا. يحيى مالنا بصاحبي راه مزوجين حط صبعو على شفيفه واش هاد العكر؟ نوار نو خليه دابا غير في الدار بينكون خارجه ونمسحو وعد. يحيى ابتسم على عفويته واش هاد الاناقه كامله شنو السبب؟ نوار ابتسمت بخجل سوربريز. بعد شويه ثم غادين مسيرها توصل لفين وجد. كانت فيروز واقفه جلال حتى هو اللي تفاجأ قبل منه. يحيى اش هادشي؟ فيروز افكار نوار. نوار اطلقت معها اليوم غنعرفو واش ولدنا ولا بنتنا.
يحيى ياك قلتي لي قبيله ما بانش جزء من الخطه حياتي. يحيى ايه جراتو هزات لبرا. جلال كيشوف افكار جيل ذهبي، اما فيروز كانت هزة الكاميرا وكتصور. حط يديه لها يدو باش يطبطقو النفاخه. فيروز يلا واحد زوج. نوار متوتره اوف. يحيى ودابا شنو غيخرج من هاد العجب؟ لا خرج اللون الزرق يعني ولد، ولا خرج الغوز يعني بنت. يحيى ها واخا يلا بسم الله. فيروز بلاتي بعدا نصورو بلاتي. نوار اوف يلا واحد زوج. يحيى ثلاثه. سمعت باق وطرطقات النفاخه غير شافو شنو خرج منها غوتو بجوج بسرعه. وتعمقو جلال وفيروز كيتصفقو. تعلقات فيه حتى هزا كيدور بها نساو كاع حتى اللي قدامهم. حسوا بلي هما في عالم كاينين فيه غير بزوج. هبطه كيشوف عينها اللي مانيهم مثيل من الفرحه. يحيى مبروك علينا حبيبه. نهار مبروك علينا حياتي. جلال مبروك ولي العهد. دار عنده يحيى غادي كيضحك حتى تراشقاته هو باه وتعانقو. ونوار كذلك سلمت مع فيروز، كان جو مليء بالفرح. فيروز واخيرا ربي حياتي يعني حتى شفت حفيدي. جلال الحمد لله غيجينا العزري اللي غيكبر بهاد الدار. يحيى ان شاء الله. جرى نوار هي حانيه راسها بخجل حتى مشاو جلسوا كياكلوا بعد ما قطعوا لا طاقت. ما قدهم فرحه ولدهم اللي جاي في الطريق. كان جو عائلي سعيد. حطت لهم الخادمه البصيله الدجاج اللي دخلت فيها نوار طول وعرض. حتى بدا يحيى كيقطع من عنده ويعطيها بصاب غير تشبع. حتى شويه نهض كتجري غادا للطواليت وبدات كتستفرغ كلشي حتى جاي يحي موراها تنهد على حالتها. وحنا عندها جمعلها شعرات حتى خرجات كلشي كبلاشات غسلت وجهها حتى جلست كتبكي. حنا عندها شاد لافيده عييت راه بزاف هادشي كنرجع اكثر من 4 مرات في النهار. يحيى وكلشي غيدوز حبيبه هو غيجي وغير غتشدي في يدك وغتساي كلشي. نوار كنسمع الناس كلشي كيجي من وحم زوين الا انا كلشي عندي منحوس. يحيى شو نوار هادشي راه حتى حد ما كيقدر يتحكم فيه وصافي صافي كلشي غيفوت. نوار كتبكي وكتنخسس غيكون عندنا ولد. يحيى ايوا شي داكشي اللي كنتي باغا. نوار اه حيت حسيت بيه المره الاولى. يحيى هو اللي جا عندك هو هذاك. نوار انا بغيت يكون كيشبه ليك ياخذ منك كلشي بغيت نبغيك فيه مره اخرى. رجع شويه شاف لها في عينيها اللي كانوا حمرين مع الدموع بدا كيمسح لها في دموعها. شكرا حيت بنتي في حياتي. دمع عينها لا اثر هاد الجمله. رجعات كتشوف فيه والدموع مازال هابطين شويه حتى كيسمع الدقان في الباب. جلال شكون جا في هاد الليل؟ كلهم كانوا على وجههم تعابير تساؤل. فيروز بلاتي بلاتي نوض نشوف شكون. يحيى لا غير خليك انا غنوض. تحرك نظم بلاصتو متوجه للباب. خطواته غاده وكتقرب حتى كيحط يدو على البواني وكيفتح بالعرض البطيء. كيتحل الباب كيطلع عينو في الشخص. البنات بغيت كلشي بغيتكم تخدموا معايا الخيال ديالكم. توقعوا شكون اللي غيكون في الباب؟ بغيت نقراها في التعاليق. اللي وصل حتى لهاد البلاصه هادي بغيت كلكم تكتبوا ليا الاسم ديال الشخص اللي توقعتو غادي يكون في الباب. عندكم ما تكتبوش ليا. المهم نكملوا القصه. الزمان توقف. واش نصدق عينيا ولا كنحلم؟ حلم غنفيق منه كالعاده. هاد الشوفات هاد النظرات بحال كنتخيلها. جميع اللحظات دازت من بؤره عينيا صغيرة وكبيرة. كل نهار كان الحب ديالك كيكبر في الداخل ديالي. كل نهار كنتي كتحسن لي جزء كبير من قلبي. كل نهار كنت كنصدق ان الدنيا كاينة بوجودك. وكل نهار كنت كنعتقد ان الكون تخلق لك فقط. كل نهار كنت كنبغيك اكثر. نبض قلبي كان كينبض بفضلك انتي. وتفكيري كان كله فوتك. احببتك يا عزيزتي. كلمات احبك قليلة في حقك. حس بالدنيا وقفت به. قلت يحيى هو مركز في عينها. ما يمكنش يكون هادشي اللي كيشوف وحده حقيقه. لحظات صمت ونظرات متبادله حتى كتجي نوار من موراه وجايه وكتهضر. يحيى شكون؟ حتى شاف شكون هي تعقد حجبانا. انت عاوتاني شنو باغا ديري هنا؟ دارت كتشوف يحيى اللي كان شبه مصدوم ما كيرمش. يحيى شنو جات هادي دير هنا؟ رجعت نظرها ليها اللي كانت واقفه نظرتها غير على يحيى. يلا غتهضر حتى كينطق يحيى بصوته. إليف يقال في احدى الروايات انه ما معشي فكيجي الشخص اللي غيكون شريك حياتك هو اللي كيكون مكتب ليك. هو الشخص الوحيد اللي كيكون مختار ليك. كتكون تزوجتو ديجا في السماء حتى من القلب. ديما كيبغي مره واحده كيعشق مره واحده كيتحطم مره واحده. الشخص اللي غادي يكون شريكك كيتقال انه من اول حدا كتعرفه هو.
والكثير من الأشياء كتمحور عليه، سواء كان من نصيبك أو لا. كيبقى هو الشخص الوحيد اللي غيبغي قلبك. أما إذا بغيتي جوج مرات فهذا كيعني في المرة الأولى غير كذبتي على راسك، حيت الحب واحد وما منوش زوج. الحقيقة اللي كيهبط بها كل شيء أننا كنبغيو مرة وزوج وثلاثة وربعة، لدرجة ما كنقدروش نفرقوا ما بين شكون اللي بغيناه ربما. ولكن انا اللي عرفته في حياتي هو الحب كيكون شخص واحد، هو ما كيتغيرش، والحب الحقيقي كيبقى في قلبك سواء كيساعدك او لا كيعذبك، ما كيتبدلش، حيت القلب ماشي خادع، صادق، كيبغي بكل وفاء، كيعلن الوعود ديالو اللي كتبقى كل الحياه سواء استمرت او لا. هكا هو الحب. شعرها الواصل لحد العمق بهاد اللون ديالو، حالة السوداء اللي تحت عينيها، عينها زرقين اللي طالما عشق يتمعن فيهم، ولو باهتين كلهم حزن وألم، كسوتها البيضة طويلة كلها ملطخة بالغبرة والقليل من قطرات الدم، فاصمة طويلة على جبهتها، الوزن ديالها ضعاف، لونها تحول من الأبيض الأصفر، كانت كتبان في حالة يرثى لها، كأنه شخص تلقاه من السجن. تقدمت بخطوات بطيئة، كدوز يديها الحنك بطريقة حنينة وهي عينيها مدمعين، نطقت بصوت مفحوح كله حزن، توحشتك. رجعت نوار جوج خطوات للور، شادة على راسها، لا ميمكنش، ميمكنش هادشي اللي كتشوفو دابا، ميمكنش. طلعت عينها وهكا كتكون هاد اللحظة اللي في الأخير جمعات هاد الثلاثة اللي واقعين في هاد الدوامة، شبه مثلث بالموضة اللي تا واحد ما كيقدر يعرف خباياه، نوار ويحيى وإيليف. بعد منها خطوات قليلة طلع يده في وجهها كيشوف عينها بنظرات صدمة خيبة أمل. بسرعة سد عيني مزير على القبضة ديالو، عينو رجعو ورجحلهم. إليف شاقات كتنخصص، توحشتك يا يحيى، أنا رجعت. يحيى باقي مقدرش يوصف شنو واقع قدامه دابا، كيفاش دابا، أنا مفهمتش. رجع شوية للور شاد على راسو، الرحمة عندك ربي الرحمة. نور غير كتشوف عينها مكبرين بالدموع، كتشوف إليف، معرفت نظراتها واش مئزاز ولا حقد وحسد من إليف، معرفتش بالضبط حيت بيديها مصدومة من هادشي اللي كتشوف دابا. قربت حطت يديها على كتفو، شنو هادشي، كيفاش إليف، كيفاش إليف. رجعت شافت فيها، واش ما متيش ولا شنو، شكون انتي؟ إليف علات عينيها الدامعين كتشوف نوار بتمعن، كيفاش حاطة يدها على كتف يحيى واليد الأخرى تحت كرشها. كبطات يديها بصدمة، كتشوف فيها وفي يحيى اللي مازال كيدوز على الحيط ومعرفش اللي واش يزيد ولا يوخر. إليف، يحيى، شكون هادي، شكون انتي، واش كديري هنا؟ فيروز عاد داخل عليهم، مالكم تعطل، يلا بغات تقول لهم مالكم تعطلتو. كتصدم من كتشوف، حتى كترجع بسرعة بحركة لا إرادية شهقات دايره يديها على قلبها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واش الجن اللي كنشوف دابا، جن، تفو 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 تفو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله يا ربي. نوار ما عرفتي شكون انا، شفت في يحيى، رجعت بغات تكمل، انا ما قدرتش ننطق. كتشوف هو تقدم نحو إليف اللي كانت مسبعه مع العين شوي حولاته من يحيى. يحيى دابا عطيني كلمه واحده توصفي لي هادشي اللي واقع دابا، كلمه واحده، ما يمكنش إليف اللي ماتت هذه 3 سنين تكون هي اللي واقفه دابا حدايا. إليف بسرعه قربت شدت له في يده، يحيى انا قطعه حيد يدها من يدي، لا 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 كنحلم، لا لا ما يمكنش. فيروز هادشي اللي كنشوفه قدام عيني، الله يا سيدي ربي، اش درنا، اش درنا في حقك حنايا، اش درنا. إليف خالتي، خالتي فيروز، هادي انا إليف، رجعت رجعت. نوار مبقاتش قادرة هادشي اللي كيدوز حداها، غمضت على عينيها بقوة من حست بوجع في اسفل كرشها، تزهرت على يحيى اللي دار عندها لقى حاطة يديها تحت كرشها وعض على شفايفها بسرعة، دار عندها وعينيها مليانين يعني بالخوف، مالكي واش كتحسي بشي حاجة؟ نوار غير وجع خفيف وصافي. جبدها من كتفها عيط الخدامة بسرعة، جاي في يدها كرسي جلس عليه، حنا على ركابي كيحقق في الألم اللي كيبان في عينيها الدامعين. نهجم على يديها بزوج في يدي، شش ارتاحي ارتاحي ما تفكري في والو. نوار بصوت خافت حافي كترس ما موجع لداخل قلبها، رجعت رجعت يا يحيى، رجعت ما ماتتش. نهض ورجع ناض، دار هي اللي مصبح وهي واقفة كيف الصلاة غير كتشوف فيهم ومتيقاش هادشي اللي كتشوف، وقف قبالتها يلا غيندق حتى سبقات وقطعاتو، واش تزوجتيها، واش حاملة منك. يحيى
حلقات عاتو، جاوبيني بعدا. عينها سالي، جاوبيني، واش تزوجتيها؟ فيروز، ابنيتي مالكي كتغوتي؟ واش كتضحكي علينا ولا شنو؟ ها واش داري لنا فيها مسرحيه هنديه؟ قتلتي راسك من مورا العذاب ديال 3 سنين، جايه دابا بكل بساطه راجعه من الموت ولا جنك هذا ولا الله اعلم، وكتغوتي من الفوق كتقولي واش حامله منك؟ ها لا لا لا، هادشي بزاف. حلات الي في عينها بصدمه. الفيروز اللي كانت اكثر من مرسبه فيروز، كيفاش تقلبات بهذه البساطه؟ تحركات بخطوات بطيئه. خالتي، انا إليف خالتي، ما عرفتيش شنو دات عليا. رجعت كتجري عند يحيى بحال شي حمق. يحيى، كنت راجلي حبيبي وحياتي، انا ما ماتش، راه عذبوني يا يحيى، عذبوني هما، خطفوني، فهمني. جراتهم الحلق وكتشوف في عيني نيشان. يحيى هادي انا حبيبتك إليف، شوف كي وليت، هما اللي فرقوني عليك حياتي. لا ما تقدرش، مازال جالسه ما بسرعه غدا كتزرف في الخطوات ديالها، طالعه الفوق كتجري حتى وصلت الغرفه بسرعه. دخلات سدات موراها الباب، نازله معاها بظهرها وهي شاده على راسها، عينها كيطيحو منهم الضوء على إراديا وهي كتردد الحله. لا ربي، لا لا، عافاك عافاك يا ربي، نفيق من هاد الحلمه، نفيق منها، هادي غير حلمه خايبه، ميمكنش رجعات. لا لا لا، بعد منها بلا ترى. اما فيروز ما عطاتهاش وقت، مشات بسرعه تبع نوار، طلع عينو كيف الجمر كيشوف فيها. ها هي واقفه قدامه، حبيبته اللي طالما بغاها، لطالما حلم بها، لطالما تعذب على فراقها، ولكن دابا شنو تبدل؟ شنو كيحس براسو دخل في دوامه ما عرفش لا بدايتها من نهايتها، دوامه فيها مجموعه الذكريات الكئيبه اللي عاشها مع نفسه. هضر ببرود هو كيبعد منها، من الاحسن تمشي دابا، من الاحسن من بعدو نهضروا. ضرب فيها ومشى خارج، هز طوموبيلتو وقلب، بقات مسبعه للعين ودمعة حارة حاطة من حدها، حتى دارت فيها تشوف جهل الوقت قبالتها. والله يا بنتي شنو هادشي، يا بنتي شنو هادشي؟ إلي في تا واحد مغيفهني، تا واحد رحموني، لهاد الدرجة كنتو باغين تبعدوني عليكم؟ طاحت على الأرض على ركابها. يحيى ولف حياته بعيد عليا ياك، أنا إلي في دغيا نساني بهاد البساطة، أنا ماشي لخاطري. جلال، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. عيط للخدامة، عاونات وهزاتها معاها، توصلوها الفوطي وجلسها، شربات الماء وهي غير كتنهش، حتى الروح كتبغي تخرج منها. زائد حالتها ما كتبشر بالخير. إلي شافت فيه بنظرات متألمة. والله عمي من خاطري، والله عمي انت غتسيقني ياك؟ ديما كتقول لي انا بنتك اللي ما ولدتهاش ياك؟ عفاك عمي، قول لي حياتي، تسيقني، قول هالو، تسيقني يا عمي، الله يرحم لكم الوالدين. جلال، ونعم بالله بنتي، ما عرفت ما نقول لك، انا وكلت امرك الله هو اللي عارف، وعالم بحالك وبحال كل واحد منا. خلي هاد الليله تدوز على خير وصباح يفتح، الا ما كان عندك بنتي حد جلسي هنا بدار دارك، ويبانها غير تفتحوا لك فوق ما جيتي. وخفت كتمسح الدموع من عينيها، والعالم بها غير الله، كيف ما قال الي في عمي، عارفه خيرك سابقك، ولكن غنمشي ما بقى عندي بلاصه بيناتكم، داتها واحده اخرى. مشات كتعرج حلات باب وخرجات. فيروز بقات فيا كتسمع شهيقة لمالي البيت. فيروز، الله يخليك بنتي، ما تديرش في راسك الحالة، على ربي فكر شكل الوليد، مالي هدن، فتحي بنتي هاد الباب الله يرضي عليك. بقات هكاك كترغب، حتى شوية كيتفتح الباب ساقطة، بقات شحال كتشوف فيروز عند مدات حلات الباب ودخلات، كتشوفها جالسة فوق الناموسية بوضعية عادية، حاطة عينها على ركن واحد، عينها هابطين منهم الدموع بهدوء دون اي تعبير في وجهها. قلبت لها فيروز بعد ما سدات الباب من موراها، جلست جنبها كتشوف فيها قلبها كيتقطع على حالها، شدات يديها جراتهم، بقات شحال كدوز صبع عليه وحتى طلقات. يحيى، باش ما تسئليف، ما داش عليك القيله بنتي، غير قبل ما تعالجي ما تشوفيش حالته ولا كيف، كل حمق كنت كنقول صافي عوينه وحده اللي عندي كضيم بين يدي، كيغوتها بنتي بالليل حتى كينوضها من صنع عسنا. البيران اللي عمرهم كانوا في عقلهم اللي يمشي ليهم، صلات وقطعها، والله كيضع مني نهار على نهار. حتى النهار اللي عودت لي واحد المرأة صاحبتي عليك، بما انك معروفة شغلك متقوم جبتو لعندك، وفعلا رجعتي لي ولدي كيف كان، وخا هكا كنت كنشوف في قلبه واحد الغمة، واحد الظلام عمر شي حد يقدر ينورو من غيرها. بنتي إليف ويحيى حشنا معاهم في جميع حالاتهم بنتي، سوليني انا وجلال على اللي داز عليهم، والديها اللي جراو عليها حيت بغات تسلم، وهي كانت يهودية وتحنا ما كناش قابلين بها، لو ما هددناش يحيى بانه غيمشي
يخرج من هنا على ودها حتى النهار اللي عالناس إلي في إسلامها. سلمات على ودو ورجعت هي كتصلي وتصوم بحالها بحالنا. يا بنتي عانينا مع امها واختها اللي كانوا بحال السم المقطر. يا بنتي الفعه ولد غاتها والهلا يوريك من سنهم كيف داير. رحمه ما تشوفيها في قلبهم، بقات كتشوف فيها غير ساكته ما كتهضر ما والو. ايوا بنيتي من شكيت باللي كاينه شي حاجه بينك وبين يحيى عرفتك باللي انت اللي غتبدلي له حياته، انت اللي غترجعي داك الضحكه اللي شحال هادي ما شفناها على وجهه. سمعي بنتي شي يحيى كل ما بغاك والله لا عتبتي دارو، واخا تكوني ما عارفاش اش ملك الله. ولدي وعجينتي انت عارفه على حقه وطريقه، انت دابا راكي مراته وام ولده اللي جاي في الطريق كمال ديالو. ما عندكلاش ديري هاد الحاله، راكي غير كطيبه في قلبك وصافي تعذبي في ولدك. إليف سوا اليوم سوا غدا غدير بلاصه حيت دابا نهار اللي كاينه. اما إليف فات عاده ماتت وقتلاته معاها. سمعتيني يا بنتي نوضي نوضي شدي فراجك وخلي حداك، حاولي تجذبيه ليك وكيقولوا المراه الحلاحه احسن من السحاره. فيروز واش كتسمعيني يا بنتي اش كنقول لك؟ نهار نهدات سمعتك يا خالتي وفهمتك، شكرا ليك عافاك. بغيت نبقى بوحدي راني عييت بزاف والله عييت. نهدات فيروز طبطبات ليها على يدها. والله ديما خلقه بنتي ما يكون خير، ما يكون غير الخير يا بنتي ما يكون غير الخير. نهضت من حداها متاسفه على حاله مرات ولدها. خرجت سدات موراها الباب. قعدت نوحر مدة كتشوف عقلها توقف على التفكير. حياتها حفاتها كيفاش تكون شخصية البنادم ونسات أهم حاجة اللي هو راسها. نسات كيفاش تكون شخصيتها اللي كانت ديما وحدانية وغير اجتماعية، كتفضل الهدوء والجلاس بعيدة على بنادم باش تكون صوتها. حتيكا كامل بنادم كيكون فقط في ظرف المشاكل اللي كتحلهم مع المرضى، داكشي فقط اللي خلاها تعرف بزاف على الدنيا. أما كون ما كانش طبيبة نفسية كون خبز ربي في طبقو. عيني هدم مع مجرد تفكرات اللحظة ديال إليف. هي ضامة بيدي حناكو كتقول له عمري وحبيبتك أنا. داك الكلمة اللي مرضاتها قتلاتها 100 مرة. كل يوم كيتذكر فيها اسم إليف شحال تمنات. في كل خطرة تلقى مع إليف كانت كتستهزأ كي غدير تلقاها وهي ميتة. صدقات ولات تضحك على راسها وعلى القدر الخبيث اللي دارها بها. حاجة وحدة اللي خلاتها تزيد في غزارة دموعها لأنها متأكدة 100% أن يحيى مازال كيبغي إليف والحب الحقيقي ما كيتنساش. مادام هي عمرها سمعت منه كلمة كنبغيك إلا باش كانت بصفتها إليف الوهمية، إذا يحيى راه مازال كيبغي إليف أنه عندها نسبة 90% غيرجع ليها وتولي هي فقط وسيلة باش عالجات يحيى من موت إليف. هي كانت ليه الدواء باش خلاتو ودابا غيولي لها الدواء باش غيخليها. كضحك وتبكي بهستيريا بحال شي حمقى. ساعات وساعات كيدوزو من الليل دموعها محبسة شوية كتشوف حياتها غتدمر. واش كتعرفو شناهو يحيى بالنسبة ليها؟ روحها جسدها نبضات قلبها الهوا اللي كتنفسو. وإلا مشا غتمشي حتى هي حيت ببساطة هي بلا بيه ما كتسوى والو. ولكن هي دابا واش غتقدر تحي براسها باش يرجع هو سعيد كيف كان؟ هاد الأفكار مرضوها، كل ما كتفكر فيهم كترجع تحط يديها على كرشها وتفكر ولدها. ولدها اللي كانت كتعتقد أنه هو ثمرة حبهم واش غيولي غير عائق بيناتهم وصافي؟ غيتربى بعيد على با أمو بالفراق حيتش طاح على بالها. حيت هي بكل بساطة عارفة يحيى كيف لو هي الطبيبة النفسية ديالو، هي اللي خرجاتو من داك المرض، هي اللي عارفة اش كيدور مزيان في عقلو قلبو وجسمو، وعارفة مزيان بلي المالكة الوحيدة ليهم هي إليف. توقفت على البكا دخلت في دوامة غير كتشوف في الفراغ. بقات على داك الوضع هي حتى 4 الصباح. مازال ما جا فينا هو دابا يكفي روز قالت بلي هي مراتو ولي في كرشها. ولكن دابا فينا هو يحيى اللي مازال ما بانش، مازال ما جا. دخلها مرمية في دار والدي ما جاش حتى يطلع ليها. فكرة مورا فكرة كتزيد تخشى كيف لما في قلبها. وهكاك بقات حتى صباح الحال. داز الباكيت حتى نطق هو كيشوف في الجريدة. جلال باقي ما فاقت. فيروز كتقطع وكتهضر ما تفكرنيش في البنت مسكينه قطعت لي في قلبي ما عرفتها بعدا واش نعسات ولا لا. ما واحد يحيى من البارح ما شفناها غير غبره وغبره وحده. يحيى كتهضر عليا الوالده. جلال صباح الخير. يحيى صباح النور. شبات المراسه الوالده فين هي؟ نوار الليل كامل وانت غابر مورا ديك المصيبه، ما عرفناك متي ولا سمعتيها ولا اش درتي كاع. وحشومه عليك ولدي خليتي مراتك ما عرفتها حتى واش نعسات ولا لا. يحيى وفين هي؟ واش باقا ماكلاتش؟ شاف ساعتو تعطلات. فيروز نافخالي راه بيتك سير سير شوفها. تهدو مشى غادي بخطوات للدروج. حلات الباب ديال البيت وهي كتحس بضبابة على عينيها
دارت رجليها على الدروج، قابضة تحت كرشها، كتحس بوجهها خفيف حتى كتخوى بها رجليها، جات طيحة حتى كتحس بيد دارت من ورا خزرة، وجهي بدات قبل ما طيح. طلعت عينيها عاد كتوضح لها صورته مزيان. يحيى بغيتي تقتلي باش نعلق امك نصبع رجليك الصغير. نوار قالت بحالها كأنها كتحلم. يحيى جيتي؟ يحيى كيشوف عينيها داخلين ورجعت تحت منه مكحل، وجهها شاحب وصفر. واش ما نعستيش يا نوار؟ واش حماقيتي؟ شربتي دواك البارح ولا لا؟ دمار العشاء اكيد ما شربتيش، واش بغيتي تحمقيني؟ يلا غتجاوب. حتى كتعس بالغثيان بسرعه رجعت كتجري للطواليت، طاحت على العشاش كتستفرغ. واخا غير المروره ما واكله والو، مشى بسرعه بخطوات ثابته تحنا كرجع لاش على اللور. حتى شويه بدات كتبكي حالتها بحال الميت. مثلا حتى غفر ليها ربي تنوب نوضها كيعاونها غسل وجهها والصمت سيد الموقف حتى نطق. علاش زعما كدير هكا في راسك يا نوار؟ ماشي حشومة عليك كتعذبي راسك وولدنا؟ هادي هي الأمانة اللي انتي خاصك تحافظي عليها. نوار تسلي فين مشيتي وخليني؟ واش كتعرف شحال من فكرة طاحت على راسي؟ مين بقيتي الليل كامل بلا بيا؟ سدات عينيها وشوية رجعت كملت. اه فهمت، هي دابا رجعت مغتبقاش محتاجة، ولكن تبقى دير غير قبل ما تكملها جرة من خسرة. يحيى واش بغيتي نضرب امك ترعفك تولي تشوفي مني جوج؟ ضرب على راسها بشوية. ومنين كتجيبي هاد الأفكار؟ منين وليتي متبعة الحماق تخرجو عليك؟ واش كيجي كيهضر حتى كيوقف؟ زعما اش غنقول لك؟ راه الزغب لي فراسي راك شيبتي، الا باقي شي حاجة غتطرطقي لي شي عرق فراسي. نوار عمرو لها عيني بالدمع. دابا علاش كتغوت عليا؟ علاش؟ اه ولا حيت صافي جات هي مبقيتش انا كنبان لك. رفع يدو حتى غمضات عينيها ويضرب مع الباب. زيدي قدامي نمشيو للدار قبل غندوزو تفطري وتشربي دواك باش تمشي تنعسي، ولا اقسم بالله الا غنقسمك على جوج. بسرعه زاد قدامه وهم وراه طول تحت كتافه هو كيلوح السلام لوالدي ومشاو. اما هما عرفوهم دام زين بحكم غواتهم وصلت لعندهم، ركبوا في الطوموبيل قلع مكسير حتى غوتات. بشويه مالك على هاد السرعه؟ باغي تقسلنا بشويه. دار شاف فيها ورجع خفف السرعه شويه حتى وصلوا لحدا واحد الكافي زوينه بين فيها ذات مستوى راقي. هبط هبطت من وراه مخنزره اصلا فيها النعاس حتى دخلوا شدوا حد طويله. طولها يحيى اش بغات؟ بقاو شيين ما كيهضر معاها شي حتى نطقات. دابا شنو غادي دير؟ ما تبقاش تبين بحال اللي ما وقع والو. انا فاهمه مزيان شنو كاين وعارفه اش غيكون لهذا، غير قولها ليا راه كنتسنى. صافي هنا عصباتو بالبيان تشاف فيها محصل. نوار تبغيش ديالك ما عندي ما ندير به، سمعتي؟ ماشي وقتو هاد الساعه الي فجات، هذا ما كيعنيش خلوحك. واش انت مريضه؟ واش بكل عقلك كتفكري؟ اش هاد التفكير الخامج؟ اش واش عندك عقل ولا ما كتكتبيش؟ بيني وبين إليف انتي دخلي سوق راسك وتكمشي، حتى غير صحتك وولدك. تزوجتك ماشي باش من سالي نرميك، تزوجتك حيت بغيتك تكوني شريكة حياتي، ماشي باش تعوضيني على إليف، سمعتي؟ ديري هاد الهضره في راسك. إليف جات غنحل المشكل معاها بلا ما يتغير والو. وحيدي عليك دوك الافكار الخامجه ما عندي ما ندير بهم. نوار ايه ماشي سوقي، عندك الحق. يحيى ودابا هضرتي كامله هادشي اللي شديتي نوار، واش بحال كنكون ما فرملها؟ واش هضرتي كتدخل ليك غير بالطريقه اللي باغا؟ نوار اسيدي انا ديك اليف من نهار بغيتك وهي عقده في حلقي ما ندوزهاش بجغمه الماء حتى وراه ميته، فما بالك حيه انت راك راجلي؟ واش ما كتفهمش الهوا اللي كنتنفسو كل لقيت ناخذو عليك وتولي كتنفسني انا؟ الطموح طايح لها من هنا. ولكن انت عمرك بينتي لي هذا الشيء، حتى كلمه كنبغيك عمرك سمعتها من عندك؟ كنحس براسي مثقله غير مسقي عليك يحيى، غير شفقه منك داير في هذا الخير. غير خير يا يحيى تقلبك معاه وعمرك تنساها وما باغيش تنساها. وقفت شويه وعينها حمر بالدمع اللي كيطيحو بحال السراب. عرفتي علاش؟ حيت هي إليف. إليف يحيى وانا نهار الطبيبه اللي دارت كل ما جهدها باش تبريك، هذا هو الفرق. ونهار وهمتك بلي انا إليف قلتيها، مشى ليها الصوت الوهله بتنخسيس اللي كيخرج مع روحها. قلتيها كنبغيك حتى حسبتيها راه هي. انت يحيى بغيتيني حيت انا إليف، بغيتيني بوها محبيبتك ماشي حيت انا نوار، ولكن حيت انا كنبغيك ما قدرتش نخليك. اشارت القلبه هذا مرمدني يا يحيى، مرمدني معاك، دعس على كرامتي وعلى كل شيء باش ما نخسركش. نطت من كرسي هذا ساكه في يدها وكتمسح دموعها ونطقات بغيت نمشي للدار. مشات غادة بلا ما تسمع كلمه واحده منه، اما هو كل كلمه دخلت له حللها دالها تحليل مدقق. هضرتها كامله سجلها عنده بالحرف، حس بالضيق في قلبه وهي كتقول ديك الهضره. كيفاش كتحقر في راسها؟
هي ما عطيتش قيمه حتى لراسها قدام نفسها، وشحال كيعلم يعني عتيق في راسها ولكن لا مازال ما دارتها. خرج القهوه واقفه حدا الباب ديال الطوموبيل، حرك الكونتاك، فتحات الباب، دخلت جلست وصحابها حتى هو كذلك تقلعوا كثيره. الصمت كان سيد الموقف، واحد الصمت كان رهيب مستحيل تقدر تفهمه، واحد الصمت اللي كان كل واحد فيهم معذب مع نفسه. رجعوا للدار، كيف وصلها قامت بعد العين حتى دخلت هي مازال سيد نهد نهيدة طويلة كيحاول يخرج داك النفس اللي محقود فيه. قلعت جا لواحد الكافي بلاصة، نزل نيشة لواحد الطاولة، شافتو جاي درت ابتسامة بريئة ونات من بلاصة على أساس غتسلم عليه بلا بيز حتى كيصدمها. بعد حن كوب برودة مشا جلس قبال تألم بعد المنظر اللي دار، حسات براسها أرخص وحدة في الكون قدام الشخص اللي بغاتو من كل قلبها. الدموع تحقن في عينها كملات في قلبها، جلست كتشوف فيه ورجعت دايرة ابتسامة حتى نطق هضري كنسمعك إليف يحيى، ما تعاملنيش بهاد الطريقة كأنك جاي وما حاملنيش تشوفني. واش لهاد الدرجة؟ واش كرهتيني يا يحيى؟ واش نسيتيني بهاد البساطة؟ زير على القبضة ديالي الضو شاف فيها شفا تنوض الميت من قبره. واش كتفلى عليا ولا بغات تحمقيني ولا ترجعيني دري صغير؟ غير فهميني. إليف طاح الدمع من هنا. يحيى كيفاش كيفاش نتفلى عليك؟ كيفاش يحيى وراك متيم تاع إليف؟ واش بغا تمرضيني؟ واش نتي عباد الله قتلتي راسك قدام عينيا كتقولي لي كيفاش دابا؟ كتقولي لي انا جيت بهاد البساطه، واش عارفه شنو داز عليا ملي مشيتي ولا لا؟ عارفاش ما مصدقش اللي كنشوف حدايا. واش إليف اللي بغيتها اول نهار؟ ما مصدقش. إليف شدات على قلبها مزيره. يحيى انا عمرني نسيتك، عمرني نفكر نساك في حياتي، وهذا الشيء عطيتك وعد فيه حتى الاخر ثانيه من حياتي. كيفاش كتقولي كيفاش كتقولي هذا الشيء يحيى؟ انا بيدي ما مصدقاكش كيفاش خرج من البلاصه اللي كنت فيها. ما مصدقاش يحيى من البلاصه إليف؟ واش القبر؟ واش القبر ولا روحك من البلاصه؟ واش عارفه راسك اش كتقولي إليف؟ يحيى انا تخطفت يا يحيى، انا ضربات في قلبها، انا كل شيء درته بزز مني وتخدعت من اقرب الناس ليا، هما سبب يحيى بزز باش قدرت نوقف قدامك دابا. الجوع والتفكير والروح كتبغي تخرج مني كل انهار. الدموع نازل من عينها بغزارة، كل نهار كنبغي نموت ألف موتة، وأنا كنتفكر بنتي اللي ماتت كتبقى صغيرة. يحيى هزات يديها كأنها هزة بنيتها صغيرة كتمتلو، ودايرة ابتسامة تحت الدموع اللي هابطين. كانت قد هكا قد هكا يحيى، بنتي بنتنا، التمرة اللي كنت كنشوف فيها نتيجة الحب ديالنا، ماتت هكا بهاد البساطة. عينيك هما عليا باش كنت غنموت، عمرني نسيتو، مشاو من بالي، قتلوني يحيى، دمروني. ما عرفتش هما اللي فارقوا حبنا، كل شيء بسببها. تخيل تعرف انك تأديتي من اقرب الناس ليك، من عند انسان اللي كنتي كتحط صدرها على راسك ودرتي حد مراتني، بقات كضرب في صدرها جهه قلبها، والالم اللي هو واضح لعينها تخليك تبكي الدم من حالها. اي حي انا تدمرت، مشات حياتي، تمنيت تكون متبصح وانا نعيش في القاهره لمده 3 سنين. قدر شي تحمل منظرها وهي هكاك؟ كحاز الكرسي نطق قبالتها، جرح عندو حط راسها على صدرو. الناس اللي قبالتهم كلشي كيشوف، كلشي بقات فيهم كانت كتبكي بحال شي مقطوعه، كيف لا وهي عاشقه دمرها وبعدو على حبيبها، كيف لا وهي محروقه على قبر ولدها، ولادها اللي ضاعوا منها. كانت عايشه 3 سنين كيف شي حمقه، مربوطه محبوسه، عايشه غير مع افكارها، كتالم بصمت بوحدها، ربي اللي كان عالم بها. شو دار ما هي سيوقع عليها هكا؟ يا عمرها أذت شي واحد، عمرها قاست شي واحد، دمها الوحيد وعشقت هذا الرجل بكل جوارحها، وتمنات تعيش معاه قصة حب وتكون عندها منه وليد ولا بنيتها. قلبها حامل مجموعة ديال المشاكل ماليهم نهاية، كتحس براسها غتنفجر. مرة قوية قدرت تحمل هاد الأم، تخيل تعيش في ظلم في عذاب في أفكار أنك خليتي معشوقك وقبر بنتك وانتي محبوسة لا حنين لا رحيم، وفي الأخير ترجعي وتلقاي أساس حياته. مبقاتش قادرة تحمل ولات كطلب الموت، تمنى تكون ماتت بلاصة بنتها. الدنيا صعيبة على أي واحد، الدنيا خايبة، كدوزنا من أقصى الظروف، الدنيا كدمرنا بتجاربها. إليف دمرات بأبشع الطرق لدرجة دموعها مبقاوش قادرين يشفو، بقا معنقها، دورات يدي على ظهرو مزير عليهم عارف راسو فين غير دوشو. قام ودا هكاك حتى سكتات، بعدات عليه كتحاول تمسح دموعها وهو كيشوف فيها مدة. إليف حاني عينها. يحيى عرفتك أسست حياتك وتزوجتي ودابا مراتك حامله بولدك،
سكتات شويه وعاودت كملات بعد ما علات عينها فيه مباشره. ما غاديش نقول لك بعد عليها، بالعكس انا عارفه هذا الخطا ديالي، وفي جميع الاحوال لو انني مت سكت غنفرح حيت اسستي حياتك من اول وجديد، من حقك دير ولادك حتى انت. رجعت سكتات شويه وكملت، ولكن ما تخلينيش يحيى عافاك. صافي ماشي مشكل هي تبقى مراتك، ولكن انت انا بقى مراتك، انا قابله بها حياتي. بالعكس ما تضيعش هي مذنبها في والو. شدت له فيد، ولكن عافاك حياتي ما تخليش انا غنموت بلا بيك. انت هو النفس الوحيد اللي عشت وصبرت على ودو في هاد السنين، انت هو اللي كنتي مخلي فيه شويه الامل باش نرجع ليك. ما تدمرنيش حتى انا، ما تسمحش فيا. الله يرحم لك الوالدين يحيى. جرها من يديها، رجع جلس بلاصتو، بقات هي كتبكي حتى مسحات دموعها من ينطق. شرحي لي بعدا كيفاش ماماك اللي خطفاتك، ما فهمتش بالضبط. نهدات، خدات نفس، رجعت جلسات ونطقات بعد وانت بصوت مخنوق. ماما هي السبب، هي اللي خطفاتني، هي اللي بعدتني عليك. ماما كان كل همها فلوسك، قالت لي بعدتني عليك ودارت باللي مت غتقدر هي تاخد فلوسك كاملين، وخصوصا من البنت ماتت. هي ما كانتش حامله ولا نتزوج بيك. ثانيا نبقى معاك، وفتالي حبها وعشقها الفلوس خلاها دير هكا وهاد اللعبه. كان كيسمع هو منتابع وكيحاول يربط الاحداث. ماما دمرتني يحيى، راه هي اللي بزات عليا ندير هكاك، لعبت على نفسيتي مزيان، وخصوصا كنت في ديك الوقت من ورا الموت ديال ايلين تحمرها دمعها سخان. عرفت كيفاش تصرف لي لدرجه وليت كنشرك انها نكون هي اللي قتلت ايلين. كيف سمحت لجمله صغيرة على القبضه ديال يدو حتى طلعت عينيها فيا. تصدمت يحيى فيها بزاف، حبساتني في غرفه في واحد الدار في تمارا. المره الاولى ما كنتش عارفه راسي فين، كنت كل نهار كنجنن، عشت عام كامل في الرعب. حتى بدات كتصيفط لي طبيبه نفسيه للدار وكتعالجني، واخا كل نهار كتشوف حالتي كترجع للور. ما كان خاصني والو في ديك الدار من غير حريتي. كانت الماكله عندي بالوقت، وإلا مرات كيجي الطبيب كأنني أميرة، كأنني حابسة بنتها من الخروج وفي نفس الوقت خايفة عليها. وفي كل مرة كنبغي نخرج لنهرب كانوا كيحصلوني وكيرجعوني. حاولت نتحر ما مرة ما زوج الفكرة أنها كتعذب وانت بعيدة عليا. ماما 3 سنين ما جاتش عندي، 3 سنين ما شافتني، ما عرفتش علاش، واش كانت خايفة تشوفني ولا حيت ما باغاش. ما تخليكش يحيى، كي تخيلش كي كانت حالتي في داك 3 سنين، نفسيتي تدمرات. لو ان الطبيبه ما عالجتنيش كنت اكيد كنت غنكون دابا حمقه كدور في الزناقي. حتى الاول البارحه قدرت نهرب، عتبت الغابه كامله، وراك شفتي كي كانت حالتي توصلت لعندكم، انت اول واحد جاب بالي. يحيى، ولكن علاش ما درتيش شي طريقه الي في الاول؟ علاش الي انت ما سمعتينيش يحيى؟ فقط شفتيني كنقطع في شراني يدي وخرجتي بسرعه مصدوم على اساس مت. هذه كانت كلها خطه من عند ماما، كل شيء هي سبب. يحيى، واش انت في نظرك عمرك ظنيتي غادي نخليك؟ كيفاش انا غنقدر نخليك يحيى وانت هو الروح اللي كتجري في دمي؟ يحيى إليف، واخا تعيت برريني، ما تصوريش كيفاش عدت انا 3 سنين من وراك، كلها عذاب والم. حتى النهار اللي بات نمر في حياتي كون ما هي كوني اكيد كنت غاتجي ما غتلقينيش. إليف كدور راسها بلا. يحيى انا ماشي بيدي، كنقسم لك يحيى، ما تخلينيش انا عادرك حياتي. اسمح لي غنحاول نصلح كل شيء، والله وعدت عندي. يحيى ناض واقف هذا الكونتاكت اللي فات إليف. يلا لو ديك النهار ما فكرتيش تنتحري ما كنتيش غادي تعطيها فرصه دير فيك هكا. تي اصلا فطرتي فكرتي تخليني داك النهار. ناض واقف بسرعه شاد في يدو. إليف لا عافاك حبيبي، عافاك، عمري ما نديرش هكا فيا، ما تعذبنيش قد ما انا معذبه، راه انا نموت بلا بيك. شاف عينيها وفي نفس الوقت فكر عيني النوار اللي كيترجاوه الوهلة دور يدو على خصرها والمشاعر ديالو مبعثرة. سمعيني مزيان إليف، انا حبيت وانتي وعدتي، انا وفيت وانتي خلفتي. هاد الجملة اللي قال تلفت هاد الكونتاكت والتليفون مشى خلاها في صدمة لدرجة الدموع طاحو من عينيها، ولات فحال شي جماد. هذا يحيى اهو كتعرفو بحال راح تيدا، وهاد الجملة اللي قال فهمات ومزيان شنو عنا بيها، ووصل لها رسالة واحدة أنه عمر غترجع بيناتهم العلاقة اللي كانت. بصح هي غلطات حيت قررت تنتحر، ولكن ماشي بيديها، حتى الدنيا قصات عليها. خرج من الكافي بخطواته الرجولية، حمل كبير هاز في قلبه. الأنثى تقدر تقرصها حشرة وتبكي، ولكن الرجل دموعه غالية بزاف، نهار كيطيح دمعة من عينه كتعرف بلي تقاس من الصميم ديال قلبه. وهذا هو دابا صابر
قهوة بين نارين. دخل الطوموبيل بقى شحال جالس حاس براسو مشتت، حبو اللي كان كيبغي من شحال هادي، ولا مراتو اللي قريبتو لأم ولدو، والأهم من ذلك أنه بزوج تيبغيو وبجوج عندهم مشاعر صادقة تجاهو. شكون غيضيعه؟ شكون غيدمر؟ شكون فيهم غيخسرها؟ وبراسو دابا مبقاش عارف شكون كيبغي. من هاد اللحظة شحال صعيبة، يا ريت ترجع بيه الأيام ويبقى مريض بوحدو بلا ما يطلق بنوار أو إيليف ما تعاودش تبان، حيت دابا مضطر أنه يقتل وحدة في قلبها. شكون غيختار؟ بهذا المفهوم أصعب حاجة هو يتحط الرجل ما بين اختيارين، وفي كلتا الحالتين غيتقاس في رجولته. حط راسو كيفكر، أكيد ما عندوش حل، خاصو يحسم إما إليف أو نوار. إيوا غنحبس القصة هنا، غنعاود نسولكم واحد السؤال كنتمنى اللي كاع متبع القصة وعجباتو يتجاوب معايا في هذا السؤال ويجاوب. في نظركم شكون غادي يختار، إليف أو نوار؟ كتبوا لي الاسم اللي غادي يختاروه في التعاليق، إيوا غادي نشوفوا التوقعات ديال من اللي غادي تربح، ورجعوا نكملوا القصة. جالسة في الدار كتفكر أفكارها شارزين، دخلت للدوش دوشات، خرجت لبست بيجامة قطنية سخونة في الأسود مصور فيها الرب الذهبي، لبست بانطوفتا، هبطات مع الدروج، شادة في كريشتا حتى وصلت للكوزينة، حلت البلاكارات كتقلب بعينيها، لقات صغير تشيبس وشي بيسكويات. نوار ها واش بقى الشوكولا؟ دلات شفيفة وهي كتحس بالمذاق ديالها في فمها، قالو فمها. نوار دابا شنو ندير؟ منقدرش نعيط ليه، مستحيل، ولكن وانا شغلي نحكا وتخرج في ولدوني. لا لا سنة راه ولدي. مشات مغبنة جلست فوق الكنابي كرشها كتزوط ما غاديش، ودابا اصلا المغرب خاف تخرج ويجي ما يلقاهاش ينوض حالة، وهي ما قادة على صداع، حتى هو من حطة هو غابر. دلات شفيفة متكي على الكنابي حطيتها على كرشها. نوار شتي يا ولدي؟ شتي باباك شنو كيدير لينا؟ مفكرش واش كليت واش لا وعارني ما كنعرفش، مع ذلك مخليني بالجوع. مخليك بالجوع يا كمام ياك؟ غيكون مشا كيدوي معاها، عينيها بداو كيدو عمرو بالدمع عاود. شتي جات لي تخطف لينا باباك؟ دابا مبقيناش كنهموه، باش غيشوف فينا؟ مامي صافي. مدات يديها كتمسح دموعها حتى كتحس بشي حد جلس حداها بريحتو عرفاتو هو. يحيى كتحرشي ولدي عليا من دابا ياك؟ مزيان تبارك الله. شافت فيه قلبات عينها، جات تنوض هو يجرها، ترجعت جلسات. طلق مني طلق، بقات كتعافر معاه تشد لها يديها بزوج بيد وحده، عصباتو ورصاي سقلات في البلاصه، دور يديها على كرشها. مالك ماما غضبانه؟ ماما كتعد عليك ياك؟ نوار انت اللي كتعد علي، خليه بجوع نهار كامل، مبقيناش كنهموك. يحيى ودابا واش ما بغيتيش تحيدي هاد الهضره من مخك؟ نوار وقلت غير الحق. لا راك غير كتخرب قليلا. نوار وبعد مني يحيى هاد الساعه ما رشقش ليا عليك سمعتي، وزايدا ما بغاش ناكل صافي. نطرت منو مع تغدى طالعه، شاف حتى تنهد بقى ما يقول. وصلت جوه هذيك العشره والو قتلها الجوع والملل، نطم شويه كتسلت من البيت، هبط مع الدروج حتى كتسمع التيفا ديال الصالون خدام. طلعت عليه لقيتو متكي كيتفرج، تسلسات الكوزينه بشويه باش ما تقلقبش، وفي الظلام عزت نفسي وما دير يلا غتفتح الثلاجه حتى كتضرب بيدها بدون قصد، واحد القرعه كطحش الاخ في الارض. سدت عينها جات البكيه حتى كيشعل عليها الضوء. اش كديري انت في الظلام؟ تمنت الارض تنشق وتبلعها. خدات نفس حلات عينها وهي تقلبهم. شغلك داري هادي ندير فيها اللي بغيت، ولا ياك ما ناويتها هي تجري عليا منها؟ يحيى لا حول ولا قوة إلا بالله، وقولي من الصباح باغا تاكلي. نوار هي منيتك؟ شكون قال لك أنا باغا ناكل أسيدي؟ أنا هابطة غنشرب أوكي، وبلا ما تبقى واقف عليا هنايا. دار ابتسامة جانبية ورجع هضر بلا مبالاة، غادي البلاكار كيجبد. أوكي يلا شربي شربي وطلعي بحالك، أنا جاي باش نطيب لراسي. صدمات مي مداهاش فيها، صافي تأكدات مزيان الشكوك ديالها أنه مبقاش باغيها، حمرو عينيها بالدموع، ولكن حلفات لنزلاتهم. مشات جبدات البالا ورجعت كتجمع داك الدجاج اللي طاح بشويه كتقلو حتى هو عايق بها، كيطيب داك الشيء اللي بغا. كان ستيك لاداند بلا صوص بيشارميل، سالا سلطه خفيفه، حط داك الشيء فوق الطبله وجلس كياكل. وهي قال لك يلا سالاد زعما الجميع، مشات لحد داك الشيء في لابوبيل ورجعت غدا من حدا كتشوف داك الشيء باغا تبكي. طلع عينو شاف فيها ورجع بطم وهضر بروده. وسيري تنعسي مالكي؟ نوار شت كتشري عليا ياك؟ ياك لاباس يخ بالنقص. مشات دايره راسها طالعه حتى هو عايق بها، شت تخبع داكشي ومشى.
ملي تحافظ حافظ عويدها، ما هي الا دقائق باش سمعت تحس وتقطع، رجعت هو هذا كتجري كتقلب على داكشي اللي خلى حتى عارفه ما غيكونش كملو. نهار او فين دارو، بقات كتقلب حتى رجع شعل على الضو، عاوتاني بغات تشربي. دارت عندو مع الصباح، واش حاضيني وناري يحيى شنو باغا؟ نور بتوتر، فين هو داكشي اللي كليتي؟ يحيى كليتو واللي بقى لحسو، صدمات حلت عيني على جهدهم مغرغرين بالدموع. ها شكون قالها ليك؟ بغيت نقول حرام ترمي النعمه تكع على الحيط مربعي يدو. قلت ما كاين اللي غياكلها. نهار شويه وطلقهم وراه في الجوع بنادم حشومه والله، حتى كتاكل حدايا ما قدرتش حتى تعرض عليا، بدات كتشهق وتنقص. المهم الهرمونات لاعبين على هاد الحمله مزيان، وقتي كتجيب لها الشكلاط لا والو، ما سولتيني واش غديت واش شربت الدواء، ياك هذا ما سوى عندك صافي، بقيتي اللي تبدلني بها. صدماته ما بقى ما يقول، هو غير كيضحك معاها، صدق هي قلبتها كنازه. قرب حتى ولا مقابل معاها، هز ليها راسها تطلق بعينها مع عينين الدموع خارجين بحال شي بنيته صغيره، جابت له الضحكه من تيدو كيمسح لها دموعها. هاد الحاله كامله دايرها القطيطه ديالي، كون قلتي لي المره الاولى فيا الجوع واش انا حماقه نخلي حبيبتي والكسكوت ديالي بالجوع؟ تحركت راجعه من اللور، بعد مني كون كنت حبيبتك بصح كاع ما ترمي داكشي وتخليني بلاش. يحيى جرها هو كيضحك، انا اصلا غير درت هادشي غير على ودك الحمقه وعلى ود هاد الكريشه. جرها بيدي عاد جبد لها الماكله حطها لها في صاله مونجي وجلسها، يلا كولي باش تشربي دواك. شفت فيه براءة وغتجيب لي شوكولا دابا؟ اه دابا ماشي شغلي. يحيى واخا لالا يلا كولي كولي ونخرجو نشريو. نهار عيني بداو كيلمعو، بصح تخرجني معاك وكولي يا نهار. بدات كتاكل وكيشوف فيها تا سلات ضربت داك التبصيل كامل، عارفه كان بصح فيها الجوع حيت مالفه كتنقب، مشا جاب ليها دواها شربات وعاد نوضها. يلا نضي لالا نمشيو نشريو هاد الشكلاط. نهار بلاتي نلبس بعدا غير يلا غير رجعو بالزربه. نهار شنو هو نو مستحيل نخرج هكا. يحيى واصلا غتبقي في الطوموبيل غير زيدي، عوجات فمها مشات تابعه خرجوا سدوا الباب حتى وصلوا لحدا واحد الحانوت كان باقي حال كبير فيه كل شيء. قفل لوطو دار شاف فيها شنو بغيتي، ميلكا ديال اوريو وحتى بابلي ونيسلي، وجيب لي بزاف ديال ماخس وتويكس ونيتيلا راه حتى هي سالات، وجيب هذيك ديال الكوك مهم شي سميتها راك عارفه كتجيبها لي بعض المرات وصافي غير هادشي. يحيى غاسر غاسر غير هادشي تبارك الله، ومزيان اللي شافك يقول السيده فيها 70 كيلو. هبطو بقات متبع عليه العين حتى دخل الحانوت، رجعت دورت عينها ساهيه وفرحانه حتى كتسمع التليفونه كيصوني، دورت عينها كتصدمني كتقرا سميت إليف، بقات كتشوف فيها هزات التليفون كترعد في يدها شويه دارت ابتسامه استهزاء تا قطع التليفون حلاته بحكم ديجا عارفه الكود، ودخلت من شافت ميساج قراتو كنتمنى تفهمني اروحي انت هو كلشي بالنسبه ليا. غير قرات الميساج تخوى ليها المفركابي، عرفت وهضر معها اكيد باينه، دخلت بحات الميساج بصحت لابيل حطات التليفون برودة حتى دخل. يحيى هاكا لالا نوار برودة تامة ومزيان مزيان شكرا. يحيى مالكي؟ لا والو اش غيكون مالي مثلا؟ عاد حنكم من الداخل كيشوف فيها تشفت فيها. نوار ويلا نهدو ديما على الطوموبيل مدة والصمت سيد الموقف حتى نطق، اليوم مشيت هضرت مع إليف دارت ابتسامة سيدة مزيان وعلاش كتقولها ليا؟ شاف فيها بنص عين، علمتك باش ما تقوليش كتخوني. لا علاش غتخوني وهي راه مراتك تاهي تاهي على حق او لا؟ يحيى عرفها بهاد شي حاجة، اصلا هي مستريسيا هاد الايام غير بوحدها، وي بصح هي راه مراتي وبقى مراتي لدابا. نوار بدات كتوسع في عينيها بابتسامتها الاستهزائية، مزيان كتعترف بعدا. يحيى هو معروف عليا ما كنخبيش، تقبليها ولا ما تقبليهاش عارفاني كنت كنبغيها ما يحتاجش نشرح لك، ونهار اللي غنكون كنبغيك انتي بصح غنقول لك كنبغيك، وهذا ما كيعنيش انني غادي نخليك حيت ماشي من عوايد الرجال. دورت عينيها للشرجم ما استحملاش الهضره اللي قال ليها، بصح هو عمرو نافقه عمرو قال ليها كنبغيك حيت عارفه مازال بلي هو مازال كيبغيها كيبغي إليف، وعمرو نافقه ولا قال ليها انا صافي نسيت إليف، بالعكس ما كذبش عليها عارفه كان كيبغيها ومازال ما نساهاش. وصلوا للدار طلعوا للبيت شد قنت وهي شدات قنت كلها فين كيفكر وكلها فين تاتو عينيه. نهار جديد واحداث جديده
بعد ما خرج فطر برا دات عند با بقى معاها شحال تغداو برا حتى شاف لابيل ديالها تردد شحال هو يجاوبها وي اللي في حياة بغيت نشوفك البارحه يطليك وما جاوبتينيش حتى من الميساج ما رديتيش عليا على الاقل ما تجاهلنيش يحيى كيفاش فوقاش وقف واحد شويه وكيفكر ورجع كمل كتعيا راسي دارني اللي في حياة فهمني عافاك انا ماشي جيت باش نخرب لك حياتك قطعه اليف ما بقيتش باغي ندوي مازال انت شحال هذه خربتي لي حياتي ماشي دابا عاد لهذا بلا ما تهضري معايا هاد الساعه قطع عليها بلا ما يسمع منها الجواب قلع في طوموبيلته وزاد موقف بها غير قدام البحر هذا المكان اللي كيرتاح فيه اللي كيحس بالهموم ديالو كامله كتكون فيه صراخ الامواج العاليه وهي كتهد وكتهرس كان كيخلي حتى قلبو كيتهز معاه ما حس غير بيد تحطت على كتفو دور عيني كيشوفها هي جلست حدا شاف فيها مده هي غير ساهية تاهي في البحر نوار عمر ينسى اول مره جينا لهنا رجع شاف حتى هو في البحر داك النهار اللي كنتي فيه عاشق ومتدمر وانا من الواجب ديالي نساعدك يحيى على زعما الحياه كتمرنا بامتحانات قاسيه بحال هكا نوار ربما مش تعلمنا يحيى وعلاش غتعلمنا واخرتها كنا غنموتو ربما باش تعرف بحق داك الموت وتعرف بلي الدنيا فايته حتى حاجه ما غتبقى يحيى وعلاش انت هكا نوار حيت انت هكا يحيى ما عرفتهاش علاش رجعت نوار كنت كنتقبل موت نهار على نهار علاش رجعت نوار بصوت مخنوق حيت القدر كيلعب بيكم يحيى مازال ما قدرش نتقبلها نوار بحالي بحالك انا خايف نوار بابتسامة حزينة مناش من قلبي نوار وعلاش حيت هي رجعت انا بحال اللي قلبتي عليها الموازين كاملة يحيى تنهاد غير مرتاح عافاك بغيت نبقى بوحدي نوار بصوت مخنوق واخا نات واقفة شدات اسفل كاش متألمة نوار بسرعة نات شاف فيها مالكي شنو واقع واش كدرك شي حاجة نوار بعيني مدمعين ولا معين الفرحة اركني يحيى بفرحة بصح نشوف قرب ليها هزات يدو حطاتها في اسفل كرشها في جنب قام مدات كسات تحس بشي حاجة ضربات نوار بفرحة حسيتي بي حسيتي يحيى حسيت هبطت حنا على ركابي بات لها كرشة روح بابا كتسمعني يا ولدي بقات كتشوف في عينيها مليون فرحة رجعت طلع عندها شفت في عينيه بحب حتى دور يدو على وجهها كي درتي عرفتيني انا هنا ما تنساش باللي كنبقى طبيبتك النفسيه ونظره من عيني كنفهمها مزيان يحيى كيفاش نقدر ننسى باللي انتي اللي خرجتي من مرتي نوار بالسهزاء هو ولكن فيها رجعت انا مريضه حيدات من يدو غدا للطوموبيل هو موراها كان جات في طاكسي ركب وركبات حداها قبل ما يقلع صنع له التليفون هزو شافو قرا سميتها ويعرفها شكون تهضر شاف فيها مدلها التليفون جاوبي قطع معاها خلاها كتبكي هي كانت واقفه حدا باب دارهم دار والديها صونات وبقات مده واقفه حتى تفتح الباب كان باها بقى كيشوف فيها مصدوم ما عرف ما يوخر اليف بابا تلاحت عنقاته هو بحال لي كبيتي عليه طرد الماء بارد ما صدق شنو كيشوف حداه جوزيف بنتي اليف اليف انا بابا حبيبي توحشتك يا اغلى ما عندي زاد ما عندك مده هو في عناق حنين وشوق ما بين اب وبنته كيرجع يبعد عليه ويشوف فيها ما مصدقش استمر في اسئلته كيفاش شرى هي واقفه حداه كيفاش رجعت من الموت تما بدات كتعاود اش وقع معاه وباللي السبب في هادشي كامل هي امها